المورد الثاني والثلاثون الكاملة الجزء العاشر في صفحة ثمانية وتسعين ثم دخلت سنة ستة وثمانين وخمسمائة سنة خمسمائة وستة وثمانين هجري ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها قال ابن الأثير لما فرغ الفرنج لعنهم الله من إصلاح أمر عكا برزوا منها في الثامن والعشرين من رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع شاطئ البحر لا يفارقونه فلما سمع صلاح الدين برحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فساروا وكان وكان على اليزكي ذلك اليوم الملك الافضل ولد صلاح الدين ومعه سيف الدين ايا زاكوش ومعه ايا زاكوش وعز الدين جورديك ومعه لماذا سيف الدين ولماذا عز الدين ومعه ايا زاكوش وجورديك وعده من شجعان الامراء فضايق الفرنج في مسيرهم وارسل الافضل الى والده يستمده ويعرفه الحال فامر العساكر بالمسير اليه فاعتذروا بانهم، لاحظ امير يطلب منهم لكنهم اموات دون استجابه. فامر العساكر بالمسير اليه فاعتذروا بانهم ما ركبوا باهبه الحرب وانما كانوا على عزم المسير لا غير فبطل المدد. اقول: هذه هي نتائج القياده الفاشله التي تضعف الدوله وتجعلها ممالك ودوله واقطاعات مستقله يستجدي منها صلاح الدين الجيش والسلاح والمال وانشاء رفضوا وحسب الحال من قوه وقدره على الرفض او ضعف في المركز. اضافه الى ان تربيه الجيش والناس ليست تربيه اسلاميه رساليه عقائديه كما فعل الرسول الامين مع اصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين بل صارت الغنائم والسلب والنهب هو الغرض والغايه والمكاسب الشخصيه هي المحركه للافراد فلذا نراهم يعتذرون او يتمردون على اوامر الجهاد لادنى واتفه الاسباب فسلام الله على خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه واله وسلم وهو يحث ويؤكد على الجهاد الاكبر جهاد النفس فعن مولانا ابي عبد الله الصادق عن جده أمير المؤمنين عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فلما رجعوا فلما رجعوا قال صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما الجهاد الأكبر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم.